هاد المنطقة اللي كتشوفوا هادي، هاد الطريق هادي آخر مرة مشى فيها الفريق ابن بطوطة راندو تانجيس. باقي كنذكر تصورنا تقريبا فين كاين داك القنطرة صغيورة اللي أنفاس مور هاد السارية واحد شويش. كانت هاد الطريق كلها بارو غيس الوحل ياك بالعربية و تبدل المجهود صراحة هي هادي. دونك الطريق هانتوما كتشوفو كبيرة، باقي خصها التراسا، باقي خصها المارش ابيي، ولكن كما يقال اللهم لا ماش ولا بلاش. وهذه كتجمع ما بين الطريق اللي قلنا اللي كتدي للجهه ديال تطوان، وهذه هذه حتى اللي قالت هذه 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 اللي خلينا اللور. هذه كتدي كتربط ما بين طريق ديال الرباط على مستوى المستقبل، ديك مجموعه المستقبل هي اللي كتطلع في ديك الطلعه وي، كتخرج حتى العوامه. دونك بجوجهم لا طوندونس طريق تطوان تقريبا. هذيك الاخرى ديك الروكات السعود تخرج العوامه بالضبط، هذيك كتخرج تخرج ديريكتومون المرجان ديال طريق تطوان. المرجان ديال اوكي. وهادي الحمد لله يعني وهادي المحطه ديال سوق الجمله ديال يعني الكاميون دابا حاليا اللي اولا الواحد لي بوالور وهذا ما يدخلش لطنجه مره، بغى يدوز مباشره في لوتوروت راه يكمل في لوتوروت، ولكن اللي كيخرج في الجهه من لوسا مهمه، هذيك مهمه يدخلوا الناس بزاف هاد الطرقان هادو كيفكوا كل عزله، موان داكسيدون، موان دومبوتياج. هذا المارشي الكبار انتقلوا لهنا صافي، لي بوالور كلشي هنايا غيبقى يخوي ويرجع في حالو، وقريبا لوتوروت يعني يخرج من لوتوروت يجي لهنا ديريكت. هذه الطريقه هذه كتربط بزنايا طنجة بواحد الشكل جد مباشر، ما بقاش كدوز على طريق الرباط القديمه اللي كتجي من الجهه تقريبا ديال المطار. البنيات التحتية مهمة للغاية، مهمة كاينش لعين كارطة أوروبية.